جمهور بيتكلم على ايه؟ ده اللي احنا هنشوفه مع محمد طاهر اللي عمل لنا رصد سريع لاكتر المسلسلات اللي كانت حديث الجمهور بشكل مكثف الفتره الاخيره. هنشوف مسلسل جعفر العمده اللي الناس اتكلمت عنه بسبب كذا كذا سبب، اولهم ان الناس فعلا عجبها تمثيل العنصر النسائي في المسلسل، ممثلات كتير جدا كانوا بيمثلوا حلو في المسلسل، فكانت الناس تتكلم عنهم وان احنا بنضحك وان احنا اصلا بنعتبره مسلسل كوميدي، في حين ان في ناس قالت ان هي نفس شخصيه محمد رمضان، محمد رمضان بيقدم نفس اللي بيقدمه، محمد رمضان عنده 55 سنه وبيضرب كانه عيل صغير بنفس الطريقه بنفس الستايل اللي كان بيعمله مع محمد سامي. حاجة برضو من الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها على السوشيال ميديا هو مسلسل سيرو الباتع للمخرج خالد يوسف. بعد عرض الحلقات والناس ابتدت تنتقد المسلسل، شايفين ان خالد يوسف يعني اختزل الجهود في المسلسل والمسلسل ضعيف اخراجيا وانتاجيا، وفي ناس كتير في الكاست مش ملائمة، والاحداث نفسها ما بقت رتيبة وما تشدش. فدي كانت من الحاجات اللي الناس اتكلمت عنها.